ورجعنا بعد الفاصل والضحكة الحلوة. اي حد بنشوفه بنلاقي ضحكته حلوة، تحس كده ان مش الضحكة بس اللي حلوة، تحس ان الابتسامة دي بتدي الوش نور، بتخلي الوش شكله جميل، بتخلي فيه قبول بالنسبة لحد لما يبص للتاني. ساعات مثلا تلاقي حد ضحكته مميزة قوي وتلاقي اسنانه مرصوصة وتقول الله دي اسنانه مرصوصة كده، شكلها حلو قوي، ما فيهاش اي ديفوهات، حتى لونها منور وش البني ادم اللي قدامنا. وخصوصا انتشرت في الفترة الاخيرة قوي وبالذات على الفنانين. دايما كده، وانا واحدة طبعا من الفنانين، بس دايما كان ناس كتير قوي تسألنا الله انتوا عاملين اسنانكم فين؟ انتوا بتعملوا ايه في اسنانكم علشان منورة وشكم كده؟ طب المكياج هو اللي عامل فيكم كده؟ لا، المكياج مش عامل فينا كده. اكيد احنا بنروح عند دكتور اسنان، اكيد بنوضب سناننا، اكيد بننظفها اول باول، اكيد بنعمل كل حاجة فيها تطور خاص بالسنان. كل ده هنعرفه النهاردة مع دكتورنا اللي منورنا، الدكتور باسم مكادي، اخصائي تجميل الاسنان. مساء الخير. ازيك يا مها؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. احنا دكتور، الناس كل شويه يكلمونا سنانكو بيضه كده ليه، سنانكو مرصوصه رصه جميله كده ليه. موضوع بقى ان الواحد يوضب سنانه او ايه، او يعتني بسنانه، بس الاعتناء الصح مع الاجهزه الحديثه اللي حصل اليومين دول. تمام. ايه بقى، ايه التطورات؟ عايزين نعرف الناس بالتطورات الجديده. بصي، هو تطورات حصلت لان الضحكه اهم حاجه موجوده في الوش، يعني دي اكتر حاجه ثابته ودي اكتر حاجه الناس بتركز عليها، ودي 50% من نظره الناس الاولى للشخص نفسه. تمام. احنا لما بنشوف هنعمل الضحكه ازاي، لازم نشوف وضع الاسنان نفسه بالعلاقه مع الوش وبالعلاقه مع الشفايف واللثه. فاحنا لو حد وشه مدور، لازم الاسنان تكون ماشيه بتناسق مع الوش، تكون مدوره شويه. غير لو حد وشه طويل شويه، لو حد وشه طويل لازم الاسنان تبقى برده طويله سنه. لو حد برضو اللون نفسه، لون البشره نفسه بيفرق جدا في موضوع الاسنان. يعني ما ينفعش ان انا اعمل حاجه سنان فاتحه قوي على حد وشه اسمر، ما ينفعش ان انا اعمل سنان غامقه قوي على حد وشه فاتح. السنان الفاتحه بتليق مع الوش الفاتح وبتليق مع والسنان الغامقه او مش الغامقه، السنان الاقل فتوحا بتبقى بتليق اكتر مع الوش الغامق وبتبان طبيعيه اكتر. اعتقد بالظبط، بتبان طبيعيه اكتر. الناس دلوقتي كلها بتدور على الطبيعيه، مش بتدور ان انا يبقى في حاجه اسمها هوليوود سمايل، اللي هو انا عايز اعمل ضحكه انجلينا جولي او اعمل ضحكه دور او الحاجات دي كلها. تمام. هو لازم كل واحد يكون فيه، يعني الضحكه دي عامله زي بصمه الايد. ماشي. يعني كل واحد ليه الضحكه الخاصه بيه هو بس. دي ضحكتك انت بس اللي انت معروف بيها. فلازم الدكتور الشاطر لازم يركز قوي مع علاقه الاسنان مع الوش مع التفاصيل دي كلها. غير كمان ان طبيعه شغل المريض نفسه بيفرق. يعني ما ينفعش حد بيتعمل في مصنع يعمل مثلا سنان اللي هي تكون فاتحه قوي او تكون حاجه كده. ما ينفعش برضو حد مثلا ستار بيبقى عايز يظهر بشكل اسنان تديله تخدم ان هو يبقى ستار، لان خد بالك الاسنان نفسها او الضحكه نفسها بتدي ثقه جامده جدا وبتمشي وبتبقى حاجة، يعني لازم يكون في تناسق بينها وبين طبيعة العمل وبين طبيعة الشكل والحاجات دي كلها عشان نقدر نوصل للضحكة المثالية. طيب يا دكتور، في ناس بيبقى ساعات عندها سنان راكبة على سنان، بيبقى عندهم مشاكل مثلا، ضرس مكانه فاضي، بيبقى محتاج، بس برضو محتاج انه يجمل سنانه، بيخافوا قوي انهم يروحوا للدكتور علشان الوقت الطويل، العمليات، الالم. ازاي بقى بنتجنب كل ده؟ خلينا نقول عامه ايه هو فكره تجميل الاسنان، لان هو المتعارف عنها ان هي متعلقه بالفينيرز او الكراونز او الحاجات دي كلها. تمام. ممكن يكون في حته فاضيه زي ما بتقولي، ماشي، دي تتعوض بزراعه اسنان. تمام. هو دي هتفرق كتير جدا معاه. ممكن برضو يكون في حته مكسوره في السنه فتحتاج حشوه. تمام. في نفس الوقت الفينيرز بتخدم ان احنا لازم تكون السنان يعني ما ينفعش يكون فيها تعويجات جامده قوي. فهي عشان كده لازم تتعوض بفينيرز. دلوقتي بقى في نو بريب فينيرز. نو بريب فينيرز احنا عندنا بقى في حاجه اسمها، دي عندنا احنا بس في مركز مكادي، دي حاجه اسمها نانو فينيرز. نانو فينيرز دي تكنولوجي امريكيه. هي بتخلينا ان احنا نعمل نو بريب. هي دي الحاجه الوحيده اللي تتعمل نو بريب.
هي دي بتبقى اقل من 0.2 ملم تمام، فبتخلينا ان احنا ما نحتاجش ان احنا نبرد، وبالتالي ما نحتاجش ان احنا ندي بنج. ناس كتير بتخاف من موضوع البرد برضه، الناس كلها بتبقى خايفه من كذا حاجه، الناس بتبقى خايفه من حته البرد، الناس بتبقى خايفه من حته الالم، الناس بتبقى خايفه من حته الوقت. لان هو برضو الناس عندها مشكله حته اللي هو انا ليه اقعد اروح على دكتور سنان رايح راجع لمده سنه ولا لمده شهور ولا الحاجات دي كلها. فاحنا النهارده عندنا في مركز مجادي احنا نقدر ان احنا نعمل القصه دي كلها في 3 لـ5 ايام، يكون هو جاي جلسه تحضير ونظبط كل حاجه، وفي الجلسه الاخيره يخلصها، يعني يكون جاي ماشي بضحكته والدنيا كلها خلصانه، بدل ما يروح ويجي شهر والحاجات دي كلها. احنا معانا فيديو نشوفه مع بعض. الفيديو جاهز يا جماعه؟ يلا بينا. انا النهارده عند دكتور باسم مكادي في الكلينيك، عايزه اجرب فينير فور ذا فيرست تايم ايفر، وعندي مشكله ان انا اسناني عامه صغيره وبعيده شويه عن بعضها. I'm gonna give it a try وهقوم بقى دلوقتي اشوفه اقول لكم. كويسه قوي وما حسيتش بوجع خالص. السنان عجباني قوي، الشيب عجبني، والشيد اتس بيرفكت بالنسبه لي، اتس وايت يت اتس فيري ناتشرال. اي لاف ذا اكسبيرينس. حلو قوي لما الواحد بيبقى عامل حاجه وفرحان بيها وسعيد بيها، تحس كده ان هو حتى معنوياته بتبقى مرتفعة كده وهو بيضحك وواثق من نفسه. الابتسامة بتدي الثقة برضو في النفس يا دكتور. طبعا انت دايما لما تاخدي بالك مثلا من حد اللي هو عنده مشكلة في السنان، السنان بتدي تعمل لو فيها مشكلة او ضحكة فيها مشكلة بتعمل حاجة اسمها سايكولوجيكال تروما، يعني مشكلة نفسية، ان هو حتى لما بيجي بيحب بيجي يضحك مثلا او حاجة ما بيفتحش بقه، لا اما بيحط ايده على بقه ويعمل على البق. تمام. علشان كده على فكرة بلاقي دايما رد فعل، يعني بركز قوي في رد فعل المريض بعد ما بنخلص الضحكه بتاعته. بتلاقيه هو حتى مش عارف هل ان هو يفتكر ايام زمان يحط ايده على حبيبي، اتعود اتعود انه لا ارادي بيروح تلاقيه ايده بتروح وتيجي بسرعه، يعني اللي هو يقفلها وهو بيضحك، بعد كده تقوم لا سايباها وهي بتتفرج في المرايه على الضحكه نفسها، فتلاقي اللي هو يعني الاحساس ده طبعا في خجل كده شويه، بيبقى يعني الواحد برده بيبقى متوتر شويه، متوتر. وبعد كده بيبدا يشوف الضحكه فهو عايز خلاص ان هو يسيب الضحكه تنطلق، فاهم قصدي؟ غير زمان لما كان بيخبيها. فدي طبعا بتفرق كتير جدا. وبعد كده تسمعي كمان كلام البيشنت وقتها يقول لك طبعا اللي هو الدنيا الضحكه عامله ازاي وان هو مبسوط والكلام ده كله، وتشوفيه بقى بعدها بفتره اسبوع او اسبوعين يقول لك قد ايه هي فرقت معاه في حياته وفرقت معاه في طريقه كلامه مع الناس. فطبعا الموضوع ده يعني انا بالنسبه لي كدكتور الموضوع ده بيبسطني جدا يعني. انا كمان عاجبني يا دكتور ان حضرتك بتقول انك بتدرس الوش سواء مدور او سواء طويل شويه او طيب، هل حضرتك بتبقى خلال ما انت بتدرس ده بتشارك المريض معاك؟ يعني مثلا انا مريضه وجيت لك وقلت لك انا عايزه اعمل سناني فينير، بتقول لي طيب ايه رايك تعالي مثلا ندخل على الكمبيوتر ووريكي الشكل هيبقى عامل ازاي، يعني بتقدر توريني قبل وبعد؟ بصي هو الموضوع مش بس كده، هو احنا كمان بقى بنقدر نوري قبل وبعد جوه بق العيان من قبل ما نعمل اي حاجه خالص. فدي بقت اللي هي ده اللي احنا اصلا بندور عليه بقالنا من ساعه ما اخترعوا طب الاسنان او التجميلي بالذات لحد النهارده، هو ده اللي احنا بندور عليه. اخترعناها في الاول ان هي بقت على الكمبيوتر، ان احنا بنشوف ديزاين، بنشوف الضحكه في الكمبيوتر نفسه بالوش. تمام. دلوقتي بقى الموضوع مش بس كده، دلوقتي بقى الموضوع ان انا بتكنيك معين اقدر ان انا اخلي العيان يشوف الضحكه بتاعته من قبل ما يعمل اي حاجه خالص، بحيث ان هو يبقى متاكد ويبقى عارف النتيجه النهائيه من قبل ما يجي في زياره الاستلام نفسها. بس فطبعا ده بيفرق كتير جدا معاه. ان هو بحيث ان هو لو في ناس كتير بتخاف لما بتروح لدكتور السنين، انا دلوقتي هعمل هوليوود سمايل، خلينا نقول الاسم الدارج يعني. تمام. بيبقوا خايفين جدا من النتيجه، هل هتطلع حلوه، هل هتطلع فيها مشكله او حاجه. لا، انت دايما بتطمنيه ان هي مش بس فكره دايمنشنز بتبقى مظبوطه مع بعض او ابعاد مظبوطه مع بعض، لا هي كمان الموضوع بيبقى ان هو بيشوف الاسنان نفسها جوه البق
من غير ما يعمل اي حاجه خالص، فبيطمن وبيبقى عارف هو هيجي يستلم سنان شكلها عامل ازاي. فبتبقى زياره استلام ما فيهاش اي قلق، ما فيهاش اي حاجه، هو جاي يستلم ويروح وبس. احنا معانا صوره قبل وبعد، يا ريت نجهزها. طيب يا دكتور، اهي صوره. تمام، دي البيفور. دي القبل. دي اللي قبل بالظبط. دي الافتر. واو. يعني دي بعد ما الاسنان. لا حتى نظره العين فيها ثقه بالنفس، يعني سبحان الله. اه طبعا. لا انا زي ما بقول لك الموضوع بيفرق نفسيا جدا. وهي كمان في النص، يعني البيشنت شافت الشكل الاسنان من قبل ما نعمل اي حاجه برضه. فبتبقى مهيئه نفسيا وعارفه النتيجه. بيساعد على فكره، بيساعد المريض وبيساعد الدكتور جدا ان هو برضه يفهم الدماغ العيان نفسه رايحه على فين. طيب يا دكتور، حد جالك وقال لك بقى انا عندي سناني راكبه على بعض، بس بيبقى خايف جدا جدا من موضوع التقويم، في سمعه سيئه كده عن التقويم، ان هو بيطول وبياخد وقت والحاجات دي كلها، وان الحاجات اللي بتتركب دي لا، واصحابي بالذات بقى شباب صغيرين يقول لك لا اصحابي، وحتى لعيبه الكوره، يعني انا ابني بيلعب كوره عنده سنتين راكبين على بعض، عشان يظبط سنانه لازم يعمل تقويم. رافض تماما. مزبوط. ويقول لي لا، ولو حد خبطني انا ممكن اتعور، وممكن واخدين خلفيه عن التقويم ان هو صعب جدا، ان هو مدمر. يعني ايه بقى اللي حصل في الوقت؟ خلينا نقول ان التقويم هي فكره كويسه جدا وكل حاجه، بس في عيانين كتير ما بيقدروش يستحملوا فكره ان هم يقعدوا 3 سنين لحد ما الدنيا تتظبط. فاحنا التجميل بالفينيرز او الكراونز دي حاجه اسمها التقويم الفوري، ماشي، ان احنا بنظبط التقويم، يعني بنظبط رصه الاسنان نفسها من غير ما نقعد 3 لـ5 سنين دي. احنا بنقعد، بدل ما نقعد 3 لـ5 سنين بنقعد 3 لـ5 ايام، وبنكون مخلصين كل حاجه، ومفيش الم طبعا، ومفيش الحاجات دي كلها. فكده احنا اختصرنا وقت، وبرده مفيش الم، وهو خلاص يعني رايح دماغه، مفيش بقى ان هو يروح ويجي على الدكتور وكل حاجه. فبتعلمنا. طيب جدا مشكله اللثه بقى، اللي هي اللثه بتبقى باينه قوي، الدحكه اللثويه. في الـ، هل ده محتاج برضو انه يعمل حاجه قبل ما نعمل الفينيرز طبعا. لازم نظبط اللثه، ما هو لازم نظبط كل حاجه، يعني تبقى الضحكه علشان تتعمل مظبوط لازم زي ما قلت لك يبقى متظبطه مع الشفايف ومع اللثه ومع كل حاجه. هو ناس كتير بتخاف قوي بقى من موضوع اللثه دي. لا بالعكس، يعني هل مثلا برضو خايفين من القطع ومن الدم ومن ده بالليزر كمان؟ مفيش ولا دم بينزل، ولا في بنج، ولا في اي حاجه خالص. بليزر بتظبطي القصه دي كلها، وما بتاخدش وقت كتير خالص يعني. فالموضوع بيبقى اسهل بكتير. طيب عملت خلاص كل الحاجات، والابتسامه بقت جامده جدا، وايه التعليمات بقى اللي انا اقدر امشي عليها بعد كده علشان احافظ على اللي موجود؟ خليني اقول لك ان التعليمات مش مختلفه كتير عن العادي، اللي هو التعليمات اللي هقولها لحد ما عملش اي حاجه حتى. تمام، يعني غسيل الاسنان مرتين بطريقه اللي هي الدوران، مش اللي هو يعني مش هوريزونتال، مش اللي هو كده افقي يعني. تمام، المضمضة برضو لازم، الفلوس اللي هو الخيط الأسنان لازم نستخدمه. استخدم الخيط، ما نستخدمش الخلة، أي حاجة خلة بقى. أي حاجة ناشفة مفيش داعي. لا مفيش حاجة ناشفة، لأن هي برضو الخلة والحاجات دي كلها ممكن تعملي فراغات في الجزء بتاع اللثة. فهو الأحسن حاجة إن احنا نستخدم هو الخيط الطبي، الخيط اللي هو ده معمول علشان كده. تمام، فدي أهم حاجة. هي نفس التعليمات بالظبط، زيادة على كده ان هو لازم يعمل فولو اب كل 6 شهور. دي مش زيادة، دي برضو للطبيعي، للي ما بيعملش حاجة في اسنانه وللي بيعمل حاجة في اسنانه. تمام، علشان اي مشكلة او اي حاجة في السن عامة نلحقها، او نلحق نظبطها من غير ما نخش في مشاكل اكبر. لان حضرتك عارفة ان في الطب بالذات، سواء طب الاسنان او اي حاجة تانية، طول ما احنا بنلحق المشكلة بدري، طول ما احنا يعني بنهرب من ان يحصل مشكله اكبر. ايوه بس فدي الفكره. نلحق المشكله قبل ما تحصل وخلاص، يعني هيبقى الموضوع اسهل بكتير. دايما الرجاله بالذات اما بيحبوا بقى يعملوا الفينير، و معظمهم بيكون بيشرب سجاير كتير. مظبوط. معظمهم بيشرب شيشه، فبالتالي لون سنانهم بتبقى لونها اصفر جدا. طيب انا اما باجي اختار اللون، هل اختار لون فاتح زياده عن اللزوم علشان يداري لي الاصفر اللي تحت ده،
ولا برضو لازم يتناسب مع درجة وشي علشان ما يبانش ان هو لا حاجة فيكي؟ خليني اقولك على حاجة. هو لازم يتناسب مع درجة الوش. لون الفينيرز والكراونز ما بيتغيرش نهائي. تمام. يعني حتى لو في قهوة او مش شاي او الحاجات دي كلها، دي مع غسيل الاسنان كل ده هيروح. يعني هو حتى مش محتاج يروح للدكتور ان هو يفتحها تاني. فالموضوع بيبقى يعني اسهل بكتير. مش محتاجين ان احنا نعمل درجه افتح علشان المريض بيشرب سجاير او حاجه فتداري اللون اللي تحت. لا، هو كده كده هنعمل نفس الدرجه. تمام. وهو مع غسيل الاسنان لو في اي حاجه وكده كده الفينيرز والكراونز الطبقه بتاعتهم تبقى جلوسي يعني ناعمه جدا. تمام. فما فيش حاجه بتمسك فيها. هي بس هي بتبقى الطبقه دي بتتشال وما فيش اي حاجه خالص. يعني ما فيش اي حاجه. اصل انا مره شفت حد يا دكتور لقيته بيطلع حاجه زي بتاع الاسنان كده، زي لا. طقم الاسنان وبيحطه. اصل انا دلوقتي هشرب شيشه، اصل انا دلوقتي وفي بقى ويشرب الشاي بالشاليمو. هقول لك على حاجه. دي بتتعمل في حالات التبييض. تمام. وبتبقى في اول 3 4 ايام. لان هو التبييض اصلا بيفتح مسام السنه نفسها. فهو بيبقى احنا مش عايزين ان احنا نرجع تاني للسنان الصفراء، فبنفضل ان احنا نهتم بيها ان احنا ما نشربش حاجه مثلا يكون فيها الوان زي الشاي زي القهوه زي الحاجات دي كلها. بيبسي الكلام ده كله لازم شاليمو. فعلا الكلام ده مظبوط، بس مظبوط في حالات التبييض فقط، لكن في حالات الفينيرز والكراونز مش فارقه في اي حاجه خالص. طيب الوقت جري مع حضرتك يا دكتور، جري بسرعة شديدة جدا. وانا سعيد جدا يعني بحضرتك جدا. والله وانا سعيدة قوي، وسعيدة ان ناس كتير كان عندها نفس التساؤلات اللي عندي، فانا مبسوطة ان الناس اكيد يعني اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة ان الواحد يطمن فعلا ان دلوقتي بقت كل حاجة سهلة، بالذات موضوع كمان التقويم ده. عايز اقول لك لا موتر ناس كتير قوي، فواخد وقت يعني. ان حته لا بلاش، لا لا اعمل، لا ما اعملش، بياخد وقت جامد جدا، وفي الاخر ما بيعملوش حاجه. خد بالك اللي بيساعدنا في الوقت ده حاجه مهمه جدا. ان انت يكون عندك تيم معاكي قوي جدا. على اعلى مستوى، ان هو يقدر كل واحد بيسيرف الحته بتاعته. يعني دكتور العصب بيعالج العصب، دكتور الزراعه بيعمل الزراعه بتاعته، كل واحد في الحته بتاعته. تمام. بلس ان انت عندك الاجهزه وعندك الاشعاعات وعندك كل حاجه موجوده عندك في نفس المكان. طيب يا دكتور الوقت خلص وهم مستعجليني جدا وموتريني يعني، عمالين يقولوا لي يلا يلا وانا محرجه اقطع حضرتك يعني. فانا بشكرك جدا يا دكتور، وان شاء الله لينا لقاءات تانية مع بعض ان شاء الله كتير. بشكرك. بنشكر الدكتور باسم مكادي اخصائي تجميل الاسنان. هنطلع دلوقتي على فقره كانت مسجله. يا ريت تتابعونا. يلا فاصل.